تأتي مختلف التحديات، وهو ما شكل محقق الأمر أولا بتسليم لائحة الوثائق التي المخالفات التي ترتب عليها الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات السادة الوزراء، يعني بهذا الاجتماع نختتم سنة 2023 التي نستعد لتوديعها بعد أيام قليلة، وهي مناسبة أغتنمها لأتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن الحكومة بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وللأسرة الملكية الشريفة، راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية. كما أهنئ عموم المغاربة بالسنة الميلادية الجديدة، متمنيا أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والرخاء وتحقيق التنمية على التي نصبو إليها تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة حفظه الله. سيدة السادة الوزراء، أود أن أتقاسم معكم مشاعري الفرحة بشروع الحكومة بداية من هذا الأسبوع في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة، علما أننا تلقينا عبر البوابة الإلكترونية منذ إطلاقها بداية من ديسمبر الحالي إلى حدود اليوم أزيد من 1,900,000 طلب استفادة، وما يزال هذا العدد في تزايد بشكل يومي. وابتداء من 28 ديسمبر الجاري ستستفيد حوالي 1,000,000 أسرة مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3.5 مليون مغربي من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. بعد ما كانت هذه الأسرة قدمت طلباتها قبل 10 دجنبر الجاري وتمت معالجة ملفاتها، في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور بدفعتي شهر ديسمبر وجانفي في نهاية الشهر القادم. ويظل باب تقديم الطلبات مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر. حضارة سيدة السادة، لقد شكلت 2023 سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية وتوفير المواد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري على المرض والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي. وفيما يخص إصلاح المنظومة التعليمية، فإن قناعتنا الراسخة هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، وذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 ديسمبر الجاري بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1,500 درهم شهرياً، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 مليار ديال الدرهم سنوياً. سيدة السادة الوزراء، بعد تجديد الترحم على شهدائنا جراء الزلزال الذي ضرب المملكة، يمكننا اليوم القول وبكل افتخار إنه بفضل التعليمات الملكية السامية نجحت الحكومة في تحويل التحديات إلى فرص من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال وكذا تحقيق التنمية فيها. وبالقيادة المتبصرة لجلالة الملك نصره الله، تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة بالسرعة والفعالية اللازمتين، تماشيا مع توجيهاته السامية، حيث أظهرت بلادنا قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما شكل محط إشادة دولية واسعة. وفي الأخير أشكركم سيدات السادة الوزراء على حرصكم الدائم والمسؤول
على تتبع الأوراش الكبرى التي نصها على تنزيلها بكل جدية، ونتطلع من خلالها جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة نصره الله لنؤسس لمغرب المستقبل والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المغاربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.